خليني أشوف سوا هالفيديو. نعم. أيها الأخ الحبيب سمير، أتريد أمة الله هذه ستريدا الواقفة هنا زوجة لك؟ نعم. وأنت أيتها الأخت المؤمنة ستريدا، أتريدين عبد الله هذا سمير الواقف هنا زوجا لك؟ نعم. فيديو من عرسكم بكنيسة مار شربل بدير مرمرون عناية، كيف تعرفتي على الدكتور سمير جعجع؟ تعرفت عليه بالصدفة، كنت مارقة عند عمي جبران نايب السابق ببشري، بالصدفة كان هونيك. كيف صار اللقاء؟ يعني قربت سلمت عليه، هلا فيما بعد عرفت انه عجبته وبيوصفني بيقول لي شو كنت لابسه بالضبط. قال لي اعجبت بهالصبية الطويلة اللي لابسه جينز. قلت له كتر خيره هالجينز لكان اذا عرفني عليك. هو شخص بيعبر بيتغزل فيك؟ بيعبر، حدا حنون بيحكي عن مشاعره، عكس الصورة الناس اللي عندهم إياها أنه حدا قائد حرب وفيما بعد قائد سلم. بيعبر سمير جعجع رجل عنده أحاسيس، بيعرف يغازل، بيعبر عن مشاعره، بحب، بينغرم مثله مثل كل بقية الرجال. تعرفت عليه، كيف حسيتي أنه هيدا هو الشاب يلي بدي أتجوز وكون معه؟ اللي بيشوف قصتنا بيقول ما ممكن هالشخصين يركبوا مع بعض. بداية في فارق عمر بيني وبينه، بعدين طالع من 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 مجتمع غير المجتمع اللي يعتبر بين هلالين برجوازي اللي كنت أنا طالعة منه. وإنما لفت لي نظري في شغلة أساسية، إنه شفته رجل مسؤول بيحكي كلمته وبيلتزم فيها، وهي شغلة كتير لفتت لي نظري بهديك الفترة. وبالإضافة إنه شخص حنون، يعني بيعبر عن مشاعره، بعض الأوقات بيدمع وقت يشوف شيء بيحزن، بيعبر وقت بيغضب، يعني إنه حدا بيعبر عن مشاعره. شفتي عند عمك جبران بعدين كيف رجع حكاك؟ رجع بالصدفة بعد بتصور فترة، ما بتذكر قديه، شي شهر أو أقل شوي، أسبوعين، خص زيارة، يعني أراد إنه يروح يعمل زيارة تيرجع يتعرف علي أكثر. بقى قال له يا شيخ جبران هديك المرة تعرفنا على بنت خيك، وينية؟ بقى بيتصل في عمي بيقول لي بدنا نشوفك وينك. قلت له أنا مريضة ساخنة. قال لي في سمير جعجع هون بده يشوفك. قلت له والله أنا بعتذر ما رح أقدر أنزل. بقى بسمعه عم بيقول له، قال له شيخ جبران نحن بنطلع منشق عليها إذا ساخنة. وهيك صار.